رايك قديش تقعد الطفله التونسية تحضر في روحها قدام المرايه قبل ما تخرج؟ انا درجي نقعد ما نعرف يكون ساعه ابخي نعرف. معناتها انت ديما تقعد درجين؟ انا درجين ساعه تضرب ساعه. تبدا معناتها كي تبدا خارجه تقابل شكون تضرب ساعه؟ نضرب ساعات لا ساعات ما نخرجش للمرايه جبنا نخرج هكاك ديريكتومون معناها مده. نجم ما تخرجش للمرايه تخرج تقابل صاحبك؟ لا بيان سور لازم نشوف المرايه قبل لازم هكاك نغسل وجهي ونشوف وجهي وبعد نخرج. نجم تخرج تقابله من غير مكياج؟ نجم عاد والله عاد. شنو رايك في الطفله اللي ما تخرجش من غير مكياج؟ نعرفش انت وطفله تنجم طفله تخرج من غير مكياج وما يقلقهاش فما طفله ما تحبش تحس روحها بيزاغ تحبش ما تحبش تضرح روحها ولا تحس روحها بيزاغ؟ انت وطفله ما نعرفش ما نجمش نحكم على العبيد انا ما نجمش معناها تسالني على روحي نجيبك انا عادي معناتها سون بروبليم معناتها ما تقلقش نخرج من غير مكياج عادي مكياج عادي مش اوبليغاتوار هو عادي. قداش من مره تبدل اللوك في العام؟ انا برشا برشا نعرس برشا انا شعري بوكلي مره مجبود كل مره كيفي. وشنو هي لي كولور اللي تحبهم في شعرك؟ الكاغوت او جدار وتعلي مش على خاطر يجذب برشا العينين؟ نو انا نحب اللون الكاغوت على الاخر من انا صغيره كي كان نحبه برشا زاد. حسب رايك طفله تونسيه قداش تقعد تحضر في روحها قدام المرايه قبل ما تخرج؟ بون كونسيرنون موا انا 10 مينوت ما نتصور سويه معناتها جو كخوا كو سويه. علاش فما اللي يقعد سويه؟ فما شعر فما البو فما الاي لاينر فما الاي شادو فما الحوايج فما كل شيء بخلاف اللبسه وبخلاف بسيكولوجيكمون تشوف روحها اسكوبيه ولا باش تبدل اربع مرات باش تبدل المكياج على خاطر ما طلعش على اللبسه نتصور انا هك. انت اكثر مره قعدت تحضر فيها في روحك قداش؟ نص ساعه نص ساعه. كي تبقى خارجه تقابل شكون؟ اكيد اكيد كي تبدا فما ايفينمون معناتها فريمون تستحق انه باش نعمل مكياج سينو في سير الايام عادي معناتها نغسل وجهي بالماء والصابون ونخرج. ما يقلقكش؟ نو ما يقلقنيش متصالحه مع وجهي بلوز اوموا. هكا تخرج قبل صاحبك زاده نورمال تخرج من غير مكياج؟ نورمال نخرج من غير مكياج اول مره اصلا كيعرفني من غير مكياج متصالحين مع بعضنا. شنو تفسيرك للطفله اللي ما تخرج كان ما تعمل مكياج في وجهها؟ مش متصالحه مع بدنها ما عندهاش ثقه في روحها خاطر فما عبيد ساعات يقول لك انا يلزمني نعمل مكياج باش نحس بالثقه بروحي معناتها عبد تحسه يحب يخبي لي تخيم تاع وجهه خاطر المكياج نحبه ولا نكره ساعات يخبي لك الكريماس نتاع وجهك. نتصور ما عنديش ثقه في روحها مش متصالحه مع وجهها تو سامبلومون. معناتها انت كي تعمل مكياج وتخرج هذاك في قناعتك الشخصيه ولا جوست تزين وكهو؟ ساعات نحب نشوف وجهي بطريقه اخرى ساعات يبدا وجهي بال وانا نبدا فاده ما نحبش نزيد نظهر روحي اللي انا فريمون بسيكولوجيكمون تعبه الوغ نقول خلينا نعمل مكياج نبدل شويه المود نتبدل انا شويه ساعات هكاك معناتها بالكيف معناتها نعملها ولا سينو كيما قلت لك تبدا فما خارجه فريمون تستحق عرس ولا باش تتعشى لبرا ولا هكاك. حسب رايك قداش تقعد الطفله التونسيه تحضر في روحها قدام المرايه قبل ما تخرج؟ والله يا ببخي الوقت نتصور بين الساعة ساعة بربع هكيك حسب رأيي معني انا نقعد هكيك هذا كل ساعة شني طعم معني والله ساعات نقعد ندور ما نقع ما نعمل ما انتخطون معني كل مرة نقع حاجة ناقصة كل مرة هاو مرة شكل ناقص هاو مرة منعرفش انا لونيت منسية هاو مرة شعار مش مكدود بالكدي هاو مرة هكيك انت تقعد ساعة تحضر في روحك ديزون هكيك يا ببخي تبدا عندك خرجه سبيسيال قداش تقعد تحضر في روحك؟ والله ميم هكيكا نفس الوقت معناها نفس الوقت كي نزرب بروحي حتى ساعات اقل شويه معناها نص ساعه هكيكا. وتخرج من غير مكياج؟ والله انا والحاله نجم نخرج من غير مكياج عادي حتى ديجا حاجات بسيطه معناها حتى ما نحبش المكياج الاوفر معناها هكا شويه شويه حسب اللي نعرفوه. ما عندكش قلق كي تخرج من غير مكياج؟ بلي با جوتو عادي ما يقلقنيش الحق بالعكس. وشنو رايك في الطفله ولا في المراه اللي ما تخرج كان ما تعمل مكياج؟ والله هي قناعه شخصيه معناها فما ناس تعجبهم رويحهم كي يعملوا مكياج وفما ناس تعجبهم رويحهم ناتشوغيل بلاش مكياج فما ناس تمكيج برشا كل معناها قناعه شخصيه نشوفها انا كل واحد وقناعته الشخصيه كل واحد كيفاش يشوف روحه مزيان معناها فهمت؟ يعني
معناتها ما عندكش مشكل انت تخرج من غير مكياج، تقابل خطيبك من غير مكياج، ما عندكش مشكل. بالعكس بالعكس يا اخي، هذيك احنا كل واحد لازمو يقبل روحه كيما هو، معناها ونشوفها اين المكياج حاجه زايده. يعني اذا انت تشوف روحك اجمل باش تزيد تجمل روحك بالمكياج، علاش لي؟ اما عادي معني مش حاجه ضروريه، نشوفها اين بالنسبه ليا مش حاجه ضروريه المكياج، معني مش حاجه لازمه باش نخرج معني، فهمت؟ قبل ما تخرج قداش تبقى تختار في لبستك؟ والله لبستي جينيرالمون من الليل، سورتو كي نبدا عندي حاجه مهمه معناها هكا باش نخرج نمشي نقرا ولا نمشي نخدم، نختارها جينيرالمون من الليل. سينو في الصباح الحق تك تك مش برشا معناها، حكيت درجين هكاك مش حاجه كبيره.